مرة من يو تي في، حياكم الله. رفع مجلس النواب جلسته بعدما جدد الثقة برئيسه محمد الحلبوسي وانتخابه محسن المندلاوي نائبا أولا له. وفي أول تفاعل رسمي بارك رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر تجديد الثقة بالرئيس الحلبوسي، وأكد أن التجديد يعد داعما لشخصه وخطواته في العمل السياسي، منوها إلى أن الأمل كبير في مرحلة جديدة يلتقي فيها الجميع وتسود فيها روح الثقة وحب الوطن. وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اللجان النيابية باستئناف عملها والعمل على استضافة الوزراء، داعيا القوى السياسية إلى الجلوس حول طاولة واحدة لإيجاد مخرج للأزمة. الحلبوسي وبعد تجديد الثقة به في جلسة مجلس النواب أكد ضرورة العمل لجمع الفرقاء السياسيين، وفيما شدد على أهمية أن يكون هناك حل سياسي شامل يتحمل الجميع فيه مسؤولياته وما يلقى على عاتقه أمام الشعب. طالب الحلبوسي النواب بمتابعة مراحل تطبيق قانون الأمن الغذائي والقوانين الأخرى وتحمل المسؤولية أمام الشعب وإعادة الدور الرقابي للمجلس. وفي معرض إجابته عن سؤال مراسلنا في البرلمان حول تجديد الثقة بالرئيس الحلبوسي، قال القيادي في الإطار أحمد الأسدي إن اتفاق تحالف إدارة الدولة يقتضي التصويت لأعضائه. ائتلاف إدارة الدولة الذي أعلن عن توقيعه قبل 3 أيام، هذا الائتلاف يتشكل من الإطار التنسيقي باعتباره الكتلة النيابية الأكثر عددا، ومن تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف العزم وكتلة بابليون، وبالتالي نحن أصبحنا تحالفا واحدا، فمن الطبيعي أن نصوت لمنح الثقة للسيد الحلبوسي. في تدوينة غاضبة هاجم محمد صالح العراقي المعروف بوزير الصدر من وصفهم بالقادة والساسة والحكام وأتباعهم، قائلا إن عدتم كما كنتم فإنها نهاية العراق بل نهايتكم أيضا. وقال وزير الصدر مخاطبا الساسة إن الوطن أهم من مناصبكم وكراسيكم وسلطتكم وسلاحكم ومشاريعكم، وإن كانت تجارتكم وأموالكم أهم من وطنكم وشعبكم فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، مضيفا أن التيار لم ولن يستغني عن الوطن ولن يحاورهم على إتمام ما وصفها بصفقة الفساد وإرجاع العراق إلى المربع الأول، مؤكدا أن المعادلة الفاشلة نهت عنها المرجعية حين قالت المجرب لا يجرب. وحول قصف المنطقة الخضراء اليوم، رفض صالح محمد العراقي المعروف بوزير الصدر استعمال العنف والسلاح. وقال العراقي في تدوينة إن القصف نفذته جهات مجهولة تريد من خلاله إيقاع الفتنة في البلاد. من جانبه قال المسؤول العام لسرايا السلام تحسين الحميداوي إن التيار يشجب ويستنكر القصف الذي طال المنطقة الخضراء هذا اليوم، مؤكدا على حق التظاهر السلمي الذي كفله الدستور. وكانت خلية الإعلام الأمنية أعلنت تعرض المنطقة الخضراء إلى قصف بثلاث قذائف خلال انعقاد جلسة مجلس النواب. الخلية وفي بيان لها قالت إن القذيفة الأولى سقطت أمام مبنى مجلس النواب والثانية قرب دار الضيافة، أما القذيفة الثالثة فسقطت قرب سيطرة القدس، مشيرة إلى أن القصف أسفر عن إصابة 7 منتسبين بجروح مختلفة وأضرار بعدد من العجلات وأحد المباني. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر انسحاب عدد من النواب من مبنى البرلمان عقب سقوط قذائف في محيطه. الآن قصف بالهوانات على جراج مجلس النواب قرب مجلس النواب. حاليا الآن انسحاب سيارات مجلس النواب مباشر. انسحاب سيارات مجلس النواب. ربنا لا احد ينسى. راح يتعاقبون.
هذا وردت المحكمة الاتحادية الطعن المقدم بعدم صحة استقالة نواب الكتلة الصدرية لعدم توافر المصلحة العامة لدى المدعين. وكان رئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد عبودة قال في وقت سابق إن دعاوى عدة أقيمت بشأن استقالة النواب الصدريين، وقد رد بعضها لأن طريقة إقامتها غير صحيحة، مبينا أن لكل دعوى ظروفها لكن مصلحة الشعب فوق كل شيء. ينضم إلينا من بغداد عضو ائتلاف النصر سلام الزبيدي. مرحبا بك سيد سلام. بالأغلبية المطلقة إذن يعني للبرلمان جدد الثقة لرئيسه الحلبوسي، كيف تابعت مجريات جلسة اليوم؟ تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم الأكارم. يعني اليوم تم عقد جلسة مجلس النواب بعد فترة غياب طويلة نتيجة التداعيات التي حصلت والخلافات السياسية اللي ألقت بظلالة حقيقة على الاستحقاقات الدستورية، ولكن يعني اليوم تم عقد الجلسة، وعلى الرغم ما يعني ما شهدت يعني الأحداث اللي قبل الجلسة والتداعيات وقطوعات الطرق وإرباك الشارع بهذه الطريقة، ولكن بالنتيجة عقدت الجلسة وتم انتخاب نائب أول لرئيس مجلس النواب، وأيضا رفض استقالة السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب كما توقعنا وكما قرأناها. بصراحة منذ إعلان الاستقالة توقعنا أن يكون هناك سحب للاستقالة أو رفض للاستقالة، يعني لعدة ظروف معينة رافقة عملية الاستقالة، ومنها هو يعني إنشاء مسودة تحالف إدارة الدولة اللي هو جزء من عدة، وبالتالي توقعنا أنه السيد الحلبوسي أراد أن يرفع الحرج من التزامه مع الكتلة الصدرية ويكون في حل من هذا الاتفاق، وأيضا يجدد الشرعية له من خلال التحالفات الجديدة داخل مجلس النواب العراقي. لذلك نتمنى يعني أنه بعد عقد الجلسة نتمنى هو ماذا بعد الجلسة وكيف ستدار الأمور، هل سنمضي بلغة كسر الإرادات والتحدث بلغة الفائز، أم يكون هناك مشروع وطني حقيقي يجمع الجميع ولا يقصي أحد، وتكون هناك خارطة سياسية جديدة للعمل والإصلاح والاتفاق والحوارات المستفيضة بين كل الأطراف السياسية ومن ضمنها الكتلة الصدرية، أما إذا كانت العملية تمضي من جهة واحدة ومن طرف معين فأعتقد بصراحة لن تمضي طويلا، حتى إذا تشكلت حكومة الحكومة ستكون هشة وضعيفة ولن تستمر طويلا. لذلك على الجميع مسؤوليات تضامنية، وعلى الكتلة الصدرية أيضا فتح باب الحوار مجددا، لأن بدون الحوار ما ممكن أن تصل الكتل السياسية إلى الهدف الأساسي من إصلاح النظام وتغيير بنية النظام السياسي للبلد واستكمال الاستحقاقات الدستورية وتسوية وطنية دستورية حقيقية استفادها الجميع. يعني على الرغم من انعقاد جلسة مجلس النواب اليوم لا يسعنا طبعا تجاوز ما حدث خارج المجلس من احتجاجات وتظاهر، يعني هناك أيضا قصف صاروخي رافق جلسة اليوم طال محيط البرلمان، ما الرسائل التي حملها برأيك؟ وهذا هو اللي دا أقصده اليوم. أنا ليس يعني هو فقط أنه عقدت الجلسة يعني الأمر انتهى وخلص، لا، احنا أمام تحديات كبيرة، بالتالي هناك رفض للشارع، هناك جهة مقاطعة للعملية السياسية وترفض الإجراءات اللي دا تحصل، بالتالي ما ممكن أنه أنا أمضي بخيار يعني ممكن يكلف البلد ندفع ثمنه جميعا. احنا ما ممكن أنه اليوم أنا أتجاهل الشارع وأتجاهل الأطراف السياسية المهمة وفقط أمضي بالاستحقاقات الدستورية. اليوم يعني تداعيات ما حصل بصراحة، يعني عقد جلسة اليوم أربكت الشارع وأرهبت الشارع، وكثير من الناس تفاجأت بنزول على الشارع قطوعات، وحتى الطلبة الذين ذهبوا لأداء الامتحانات يعني ما استطاعوا أن يوصلوا إلى محل عمل. بهذه الطريقة ما ممكن، يعني كل جلسة لازم احنا نقطع الشارع ونجيب قوات امنيه ونقلب الشارع على سكنه عسكريه. اذا هنا بس خل اوصل هاي الفكره، اوصل الفكره اليوم هذه بصراحه، هاي الرساله انه ما ممكن انه اليوم اني الشعب هو مصدر السلطات، واي حكومه
حتى لو كانت لديها أذرع أمنية وقوات أمنية كثيرة لا تستطيع أن تفرض الأمن والمعادلة الصحيحة إلا من خلال أرضاء الشعب. هذه الرسائل أن هناك رفض شعبي من جهات معينة إلى العملية السياسية على الجميع أن يعي تماما، لابد أن يعني يحتوي الجميع ويعيد الخارطة السياسية من جديد على أسس وطنية ومشروع يكون خيمة لجميع الأطراف السياسية، ونعدل النظام السياسي بما يتلائم مع طبيعة المرحلة، وأيضا نهيئ لانتخابات جديدة تلغي كل الأخطاء السابقة اللي رافقت العملية السياسية. سيد سلام، يعني كما تحدثنا هناك محتجون في الشارع يحيطون بالمنطقة الخضراء وسط تصعيد ملحوظ في الشارع حتى اللحظة، طبعا ما المتوقع أن يجري في الشارع؟ نعم، هذا اللي ما نخشاه بصراحة. يعني اليوم احنا حذرنا في ائتلاف النصر أكثر من مرة أن النزول إلى الشارع هو قنبلة موقوتة، فبالتالي لا نضمن ماذا سيحصل ولا نضمن من هي الجهات التي سوف تستثمر وجود هؤلاء بالشارع وممكن أن تنفذ أجنداتها. هناك جهات تسعى أن تستفاد من هذه الفوضى، بالتالي هو التظاهر حق سلمي، ولكن لظروف المرحلة وطبيعة المرحلة يتطلب أنه ما ممكن أنه أسمح أنه الشارع يتمدد، ويعني بصراحة يعني لا أستجيب لمتطلباتهم أو طلباتهم، يعني لابد أن تكون هناك أذان صاغية وأيضا رسائل مطمئنة لهؤلاء، لأن اليوم سقوط قطرة دم واحدة بالشارع ممكن تجرنا إلى ويلات، وأمام الدماء تسقط كل المعادلات السياسية. علينا أن نستفاد من التجارب السابقة وما حصل قبل أيام من تظاهرات ومواجهات حقيقة على الجميع أن يعي ويستفاد منها ويأخذ الدرس من هذه التظاهرات. ما ممكن أن نتجاهل الشارع، هناك خطورة بالموضوع. أخير، ما موقف ائتلاف النصر من ائتلاف أو تحالف إدارة الدولة، وهل سيستطيع تشكيل الحكومة وإدارة المرحلة رغم جميع هذه التحديات؟ نعم، سؤال مهم جدا. خلاف ما يعلن وهذا حصري لقناتكم الكريمة، أنه الجميع متفق على إعلان إدارة الدولة أو تحالف إدارة الدولة، صراحة هو لحد الآن مسودة وفيها عدة نقاط ووثيقة ولم يعلن بشكل رسمي. والدليل على ذلك نحن جزء من هذا أو من الإطار، رفضنا حقيقة ولم نوقع على هذه الوثيقة، أيضا السيد العامري لم يوقع على، لأننا لدينا اعتراض على كثير من النقاط الخلافية التي ضمنتها الوثيقة، ومن ضمن هذه النقاط المهمة هو شرعنة المكوناتية وإنشاء مجلس للدراسات والسياسات الاستراتيجية، وهذا بتداخل للسلطات وتداخل بعمل السلطات، وأيضا موضوع ما يتعلق في قانون مؤسسة الشهداء وقانون المساءلة والعدالة، وأيضا عندنا اعتراض كبير على الأموال والتعويضات الكبيرة التي أضيفت بدون وجه حق، وهذه راح تستنزف أموال الدولة وأيضا تكلف الدولة شيء الكثير وبها مجاملات كبيرة جدا جدا في هذا الموضوع. لذلك أنا أعتقد أنه إذا ما يعدل هذا الموضوع والوثيقة تعدل بطريقة ترضي كل الأطراف، فنحن ذاهبين مرة أخرى إلى المربع الأول، وهو إدارة مؤسسات الدولة وفق نظام المحاصصة والمكونات، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت. السيد سلام الزيدي عضو ائتلاف النصر، شكرا جزيلا لك. شن الحرس الثوري هجوما بصواريخ وطائرات مسيرة على مقرات مزعومة لأحزاب كردية معارضة في مناطق داخل أقليم كردستان. وزير الصحة في حكومة الأقليم سامان بارزنتشي قال في تصريح صحفي أن الهجوم الإيراني أسفر عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة 32 آخرين، مشيرا إلى أن جميع مستشفيات الطوارئ في أربيل دخلت حالة الإنذار استعدادا لاستقبال المصابين جراء القصف. من جهته أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو اتخاذ الاستعدادات لنجدة المتضررين، مؤكدا أن جميع الفرق الصحية والدفاع المدني ومراكز الأسامات في المحافظة وضعت في حالة تأهب. أدانت وزارة الخارجية العراقية الهجوم الإيراني على 4 مناطق في إقليم كردستان، فيما أكدت الركون لأعلى المواقف الدبلوماسية لضمان عدم تكرار القصف. وقالت الخارجية في بيان أن الاستهداف المدفعي والصاروخي الإيراني تزامن مع استعمال 20 طائرة مسيرة تحمل مواد متفجرة في هجمات أوقعت أعدادا من الشهداء والجرحى،
مشيرة إلى أن هذه الأعمال الاستفزازية تعقد المشهد الأمني وتلقي بظلالها على المنطقة ولن تسهم إلا في مزيد من التوتر، فيما أكدت أنه سيتم استدعاء السفير الإيراني في بغداد بشكل عاجل لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة. من جهتها استنكرت حكومة كردستان الاستهدافات المتكررة لسيادة الإقليم واعتبرتها حرفا لمسار الأحداث داعية إلى وقف الاعتداءات. في هذه الأثناء أدانت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني القصف الإيراني على مقرات مزعومة للمعارضة الإيرانية داخل الإقليم، مطالبة الحكومة الاتحادية باتخاذ جميع الوسائل لإيقافه. قالت الكتلة في بيان أن هذه الهجمات سابقة خطيرة تمس أمن واستقرار وسيادة العراق وكردستان، فيما أكدت أن القصف الإيراني تسبب في وقوع عدد من الضحايا والجرحى وخلق حالة من الرعب والهلع بين السكان واضطرار عدد من العوائل إلى النزوح من محال سكناهم، مشددة على عدم جواز استخدام أراضي البلاد في تهديد أمن دول الجوار. إلى ذلك أفاد مراسلنا بأن برلمان الإقليم قرر تعليق جلسته اليوم احتجاجا على القصف الإيراني المستمر داخل أراضي كردستان. من جانبها طالبت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونمي بإيقاف الهجوم الإيراني على مناطق كردستان، مؤكدة أن دبلوماسية الصواريخ عمل طائش له عواقب وخيمة. وأدانت يونمي في بيان القصف الإيراني لافتة إلى أن العراق يرفض معاملته على أنه الفناء الخلفي للمنطقة، حيث تنتهك سيادته دول الجوار بشكل روتيني ومن دون عقاب. قال رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري أن العراق يعيش في بيئة إقليمية مضطربة، مؤكدا السعي لامتلاك منظومة عسكرية واستخبارية لتكون وسيلة ردع تمنع الآخرين من التأثير في الوضع الداخلي. جهاز الأمن الوطني العراقي يشترك مع كافة الوكالات الأمنية والاستخبارية، ويشترك أيضا مع القوات المسلحة لتحقيق الأمن المتكامل وبالتالي تحقيق منظومة الردع العراقي. نحن لحد الآن لا نمتلك استراتيجية واضحة كما أشار معالي المستشار، ولكن عملنا أنه نمتلك هذه الاستراتيجية ويكون لدينا جهد متكامل بين كافة، يعني ما نسعى إليه أن يكون هناك جهد متكامل لتحقيق أمن وتحقيق منظومة ردع استراتيجية داخلية وخارجية. طبعا سياسة العراق بعد 2003 هي سياسة دفاعية، نحن لا نسعى من خلال امتلاك القوات المسلحة أو المنظومة الأمنية إلى الاعتداء أو التجاوز على حقوق دول الجوار وعلى أي جهة، وإنما نسعى إلى تحقيق الأمن العراقي. في أول ظهور إعلامي له منذ ترشحه لرئاسة الحكومة، قال المرشح للمنصب محمد الشياع السوداني ليو تي في أن وجود رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في هذه المرحلة مهم جدا لكونه جزءا من اتفاق ائتلاف إدارة الدولة، مشيرا في مقابلة مع الزميل أحمد ملا طلالة إلى أن هناك مساعي لسحب الحلبوسي استقالته أو رفض التصويت عليها. طبعا احنا فوجئنا بطلب الاستقالة، هناك مساعي لسحب الاستقالة، وإن كان هناك إصرار من قبل السيد رئيس البرلمان على عرض الاستقالة فبالتأكيد نصوت بالرفض. وجود السيد الحلبوسي في هذه الفترة الحالية مهم جدا، كون جزء من الاتفاق الأخير اللي حصل والذي يسمى ائتلاف إدارة الدولة، والذي يضم الإطار التنسيقي والسيادة وعزم والديمقراطي والاتحاد الكردستاني. فاحنا بصدد ائتلاف لديه رؤيه وبرنامج، وبالتاكيد يجب ان تبنى هذه الثقه ونستمر في اكمال الاستحقاقات. السوداني تحدث صراحه عن آلية اختيار كابينته الوزاريه قائلا انه سيطلب من كل جهه سياسيه تشارك في الحكومه تقديم مرشحين للوزارات، وانه سيتحمل مسؤوليه كل وزير يختاره. كل قوة سياسية تقدم لي 3 إلى 5 مرشحين وفق المعايير اللي ثبتتها، وبعد المقابلة أعرف شنو رؤية هذا المرشح لهذه الوزارة، بعدها أتخذ القرار وأقول أنا اختاريت فلان وراح أتحمل مسؤوليته. هاي نقطة مهمة. نعم، مو الكتلة اللي لا 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 لا، راح أتحمل مسؤوليته، هاي نقطة مهمة، هاي مهمة جدا. نعم، رئيس الوزراء
القادم محمد الشاعر يتحمل مسؤولية الوزراء مو الكتل السياسية اللي ترشحها. نعم. هاي مهمة. بعض رؤساء الحكومات السابقة ذكر حتى في جلسة التكليف قال أنا هذه الكابينة مو أنا اللي اختاريتها كلها. لا أنا أقول أنا راح أتحمل مسؤولية الكابينة كل الوزراء. الوزير يجي من خلال الجهة السياسية لكن تنتهي علاقته في اليوم الذي يتم التصويت عليه في البرلمان ويجلس في مجلس الوزراء. كانت هذه أبرز الأحداث قدمناها لكم في جولة إخبارية من يوتيوب. إلى اللقاء.